قال القيادي في حماس محمود مرداوي إن الحركة ما زالت متمسكة باتفاق 2 يوليو بشأن وقف إطلاق النار. وأضاف للتلفزيون العربي أن ما جاء على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي من اتهامات بعرقلة حماس للاتفاق يعد كذبا وتضليلا للرأي العام. أن ما جاء على لسان كيربي هو كذب وتضليل للرأي العام، وإذا كان هو صادق فليقدم ماذا قدمنا من شروط ومطالب. لا يوجد، لن يستطيع تقديم أي مطلب أو شرط. نحن قلنا في 2 تموز بناء على طلب من الوسطاء نوافق على قراءة من القراءات الثلاث التي وضعت وكانت بتصميم الولايات المتحدة. الولايات المتحدة صممت هذه الشروط الثلاث أو التفسيرات الثلاث، واخترنا واحد منها، والثلاث لا تختلف عن بعضها البعض. وفي النهاية كنا على علم أن نتنياهو سيتراجع، وبالفعل هذا ما حدث. وجدد مرداوي مطالب حركة حماس وأبرزها ضرورة انسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين. مطالبنا واضحة، انسحاب ووقف إطلاق نار، إغاثة، إعادة إعمار وصفقة مشرفة. نتنياهو يسير في 3 مسارات معروفة، استطلاعات، يفحص إذا ما ذهب إلى الانتخابات كم من المقاعد سيحصل، يفحص هل الولايات المتحدة تريد أن تضغط بما لا يستطيع ويحتمل إمكانية القبول بشبكة الأمان من المعارضة، والثالث المناورة السياسية من خلال طرح مبررات لاستمرار المفاوضات.